امكانيات كبيره. شكرا نايف. اذا انطلق الشوط اعزائي المشاهدين. إذا المشاهدين انطلق الشوط الخامس مشاهدين الكرام في تنافس على مسافة الى 1800 متر جيادو أفراس الانتاج، وأشاهد في مقدمة هذه الجيادو أفراس معيوف هو صاحب الانطلاقة بقيادة البراء الحميدي، معيوف هو صاحب المركز الأول، وغرنوقة في المركز الثاني، وعلي طويق في المركز الثالث يتقدم في هذه الأثناء للمركز الثاني، منافسة على مسافة الى 1800 متر مشاهدين الكرام بقيادة معيوف صاحب المركز الأول، والمنافسة على مسافة الـ 1800 متر أعزائنا المشاهدين الكرام علي طويق يحاول التقدم من الخارج، بالفعل يتقدم في هذه الأثناء للمركز الأول، وغرنوقة في المركز الثاني، فيما يحاول معيوف من الداخل استعادة المراكز المتقدمة. اقتحام تأتي في المركز الرابع، علامة 600 متر الآن مشاهدين الكرام اقتربت من هذه الجدول أفراس مشاهدين الكرام، علي طويق في المقدمة بقيادة روبرتو بيريز، غرنوقة في المركز الثاني، اقتحام في المركز الثالث مع الدخول للخط المستقيم باتجاه خط النهاية، محاولات مشاهدة أيضا من معيوف لاستعادة الصدارة مشاهدين الكرام بقيادة علي طويق ابن وان كولكات. علي طويق هو صاحب المركز الأول، متقدم بكل قوة ما شاء الله تبارك الله، وبكل ثقة يبتعد يوسع الفارق ما بينه وبين أقرب منافسين. علي طويق يجتاز خط النهاية معلنا فوزه في هذا الشوط.